الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من رسالات الله محاسبة النفس وتقييم الذات، وذلك عبر هذه القاعدة: قف امضي. على الإنسان بين فترة وأخرى أن يتوقف قليلا لكي يعيد دراسة نفسه ونفسيته وشاكلته، حيث يقول تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. الإنسان أحيانا من المحبذ أن يقف أمام المرآة ويتأمل في ذاته ماذا يوجد وراء هذا القناع الجميل في ظاهره، هذه البشرة وهذا اللون وهذا الشكل وهذه التقاطيع وهذه الشملة والملابس، لها جذابية لكل إنسان في أي موقع وفي أي حرفة كان مشتغلا، لكن وراء هذا القناع الظاهري ما الذي يوجد؟ يقول الإمام عليه من الله الصلاة والسلام: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. وراء هذا القناع الظاهري ما الذي يوجد؟ قد يوجد لا سمح الله ذئب، ذاك الإنسان الذي تهيمن عليه حالة السبوعية والقوة الغضبية فيه متأججة، والذي لا يسيطر، عندما شخص يهين يتفجر غيظة وغضب، هذا حالة السبوعية إن لم يكن مسيطرا عليها فيرد الصاع صاعين، هذا ذئب. الهيئة الواقعية إلى الشاكلة الواقعية إلى ذئب، فليكن من الموقع الاجتماعي ما يكون. ذلك الإنسان الذي اعتاد على الخداع والتدليس وإظهار غير ما هو الواقع، هذا في الواقع وراء هذا القناع الجميل ثعلب مكار لا غير. الإنسان عليه بين فترة وأخرى أن يتوقف قليلا لكي يعيد دراسة ذاته. أنا شنو في تيارات الحياة؟ شايفين الإنسان يركض، التاجر يركض والجامعي يركض ورجل الدين أيضا يركض، وذاك الإنسان البقال والمزارع والطبيب وإلى آخره يركضون، لكن يجب أن يتوقف الإنسان بين فترة وأخرى حسب الروايات على الأقل باليوم مرة واحدة. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، وحسب بعض الروايات في كل ثانية، يعني آناء الليل وأطراف النهار الإنسان يتوقف يشوف من هو. بعض الناس عندما ينظر إلى سريرته لا سمح الله مو إنسان، ذلك الذي تتحكم فيه القوة الشهوية فلا يتورع عن معاصي الله سبحانه وتعالى، عديم الغيرة على الدين وعلى القيم وعلى الشرف وعلى غير ذلك. واقع الإنسان ما هو؟ قل كل يعمل على شاكلته. الإنسان عليه أن يتوقف، قف، يتوقف قليلا، ثم بعد أن توقف وأعاد دراسة حالته يمضي على ضوء هدي جديد وهدى من التفكر والتبصر والتأمل.